ما الذي يقلقك في داخل الإطار؟ تخشى منه؟ صراحة لحد هذه اللحظة ما عندنا شيء نقلق من عنده، لكن نخشى من فرط عقد الإطار، فقد عقد الإطار مشكلة كبيرة سوف يذهب باتجاه السياسي إلى أزمة كبيرة. أكو ريح تقول بهذا؟ لا أبدا أبدا، نحن نخشى من هذا الأمر. قد يكون كل إنسان لديه الأنا، كل إنسان في هذه البسيطة لديه الأنا، لكن هنالك من يبشر. يعني أنتم شغلة شعلان الكريم شغلة قدودة، 6000 بيان طلع، 6000 رد رأي طلع، أربك الإطار. يعني هاي مو أزمة، هاي فد عثرة صغيرة أربك الإطار بيها. شلون إذا تلاقيكم شغلة كبيرة؟ بالعكس ترى أستاذ نجم، هذا كانت أزمة كبيرة، شعلان الكريم أزمة كبيرة كانت، بس الإطار عبرها. شعلان شنو أزمة شعلان؟ أسان أقول لك، أولا جزء من الإطار كان يصوت لشعلان الكريم، بينما الشعب العراقي جزء كبير من عنده لا يرضى بشعل الكريم لعدة أسباب ذكرت آنفا. عندما يأتي هذا الجزء ويصوت إلى مشكلة كبيرة للشعب العراقي أو يضغط غير ممثلي الشعب العراقي انتخبتوه، قصدي يعني هسه أنا فرضا اليوم أنا من الشعب العراقي، أي أنا ما أخول واحد يصوت الشعب العراقي. إذا كان الممثل ما تروح يصوت شعل الكريم أكيد راح أطلع على الممثل. وسويت ولا صوت؟ يعني مزقناهم بالش اسمه يعني. الكهرباء مو شغله هي الكهرباء، لا قصدي اولا سميناهم بمسمياتهم. شو سميتهم؟ اسمائهم غير، بمسمياتهم سميناهم. اثنين، كان هنالك موقف شعبي حقيقي واعلامي حقيقي تجاه من صوت لشعلاء الكريم، وهذا ينطبق على النظام السياسي بصوره عامه. يعني اي جزء كان يمثل من منظومة سياسية، إن كان سند وإن كان دولة القانون وإن كان قوة الدولة. الذين انتخبوا الكريم كانوا بعثيون؟ لا لا مو شرط. لا لا، كانت الفقرة الأولى الأخضر اللي تلي عليه الفلوس. أي الفلوس، أي. وهذه المشكلة. خليني أختم لمن باع نفسه. خليني أختم لأن إجت بلسان حكاية برد أقولها على البرنامج. السيد علي الفتلاوي عضو كتلة سند سعيد بلقائك، تحياتي واحترامي.